صحيح مسلم تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا الحاضرين والمسلمين. امين. ما زلنا مع في كتاب قال الامام مسلم رحمه الله، ما زلنا مع صحيح الامام مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه، كتاب المساجد ومواضع الصلاه. قال الامام النووي رحمه الله باب. قال الامام مسلم رحمه الله حدثني ابو كامل الجحدري. نعم الفضيلي بن رضوان ومن سقاط الأزبات. قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد بن عبد الصمد أو عبد الواحد بن عبد الصمد من سقاط الأزبات روى له الجماعة. قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران وهو من أساطير المحدثين، إذا قال حدثنا أنبأنا فأوضع عليه بن نومس. قال الإمام مسلم رحمه الله حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. نعم أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وأبو كريب محمد بن العلاء من سقاط الأزبات. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الدريش من سقاط الأزبات رواه الجماعة. عن الأعمش عن إبراهيم. الأعمش سليمان بن مهران. نعم عن إبراهيم التيمية من سقاط الأزبات. عن أبيه. من أبوه؟ إبراهيم يزيد التيمية. لا إبراهيم التيمية غير إبراهيم يزيد. يزيد بن شريك. يزيد بن شريك رحمه الله. عن أبي ذر. هو إبراهيم يزيد النخعي. نعم عن أبي ذر رضي الله عنه. واسمه أبو ذر. وذر اسمه مختلف في اسمه. نعم قيل جندب بن جنيد. نعم يمكن هذا أرجح الأقوال جندب بن جنيد رضي الله عنه وأرضاه. من سبع الفنان النبي سيدنا رحمة الله إبراهيم التيمي من أبوه يزيد بن شريك. نعم قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. نعم قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة وإنما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. نعم. قال في حديث أبي كامل رحمه الله ثم حيثما أدركتك الصلاة فصليه فإنه مسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي وساق السند إلى إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي رضي الله عنه القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. قال يا مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وساق السند إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة صلى الله عليه. قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود. قال وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. قال ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. قال وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وساق السند قال يوم مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق السند إلى حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة صلى الله عليه. قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال وذكر خصلة أخرى. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وساق السند إلى حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال يوم مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء صلى الله عليه. قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه. قال يوم مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرمانة وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أن نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها صلى الله عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حاجب بن الوليد وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال مثل حديث يونس رحمه الله. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه
ساق السيد أبي يونس نقول أبي هريرة أن أهله حدثهم عن أبي هريرة أنه حدث عمرو بن حارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال يوم مسلم حدثنا محمد بن رافع وساق السيد الأهمام بن منبه رحمه الله قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلمة. نعم هذه الأحاديث بس لها تبين لنا أول المساجد بنيت أولا هو المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى بينهما أربعة. نعم ولكنه قال أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من ستة مواضع وهو المقبرة والمجزرة والمزبلة وأيضا أعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام كما ورد بعض الأثار الضعيفة في ذلك وبعض الأثار الصحيحة. وقال هنا المصنف قال قوله كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق قوله السدة وقع في كتاب النسائي في السكة. نعم وهذه فيها دلالة أنه نعم قال يا أبتي أسجد في الطريق وهو مقارب لرواية مسلم وهذه فيها دلالة أنه كان يقرأ عليه ويمشي فقام فسجد في الطريق ثم بين أن الطريق نعم مكان للسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش قالت وحلت لها المغانم وقال وجعلت لها الأرض كل الأرض وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا وقال وحلت لها الغنائم ولم تحل أحد قبلي وهذه كانت الغنائم ممنوعة كما ورد في الصحيحين وفي غيره أن نبيا من الأنبياء غزا وحبس الله تعالى الشمس له ثم قال فيكم الغلول فالتصقت يده بيد من غل وجاءت النار فأخذت الغنيمة بعد ذلك ثم قال علم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الله بضعفنا فأحل لنا الغنائم قال وحلت لها الغنائم ولم تحل لأحد قبلي واحتج العلماء في قولي وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا قال وجعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا قال حنبلة والشافعية لا يصح التيمم إلا بتراب قال تربتها والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار ضرب على الأرض ونفخ الغبار فقال لابد تراب له غبار حتى يصح التيمم والحقيقة قول الله جل في علاه فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبة يعم كل ما صعد الأرض وهذا الأصل لأن هذه ترخيص وترخيص على التسهيل فهذا هو الأصل في هذا الباب وأما قوله تربته لنا طهورة هذا باب فرض من أفراد العموم يذكر لا يخصص ذكر فرض من أفراد العموم وهذه أيضا فضلنا على الأنبياء بست قال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا لأنهم كانوا يصلون إلا في البيع والكنائس أما أهل الإسلام يطرقون الباب أي وقت في أي مكان إلا ما استثنى الشرع من ذلك قالوا أعطيت الشفاعة والشفاعة هي الشفاعة العظمى وهذه التي يغبط عليها النبيون والأولون والآخرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة لا تكون إلا له هو وأيضا الوسيلة التي قال هي منزلة في الجنة لا تكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجميع يقولون نفسي ويحيل على غيري الخمسة أولو العزم من الرسل حتى بلغوا إلى 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 عيسى عليه السلام فقال لست هناك ارجعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد قد غفر الله لما تقدم من ذنبه متأخر قال فأستأذن على ربي فأذليه فأخر ساجدا فيعلمني محمد أحمده بها ثم قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع هذه مكانة يغبط عليه الأولون والآخرون ولذلك قال في رواية فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فيها خصلة يعني صفوفنا كصفوف الملائكة وصفوف الملائكة التراص فضل شامهم جزاك الله التراص وسد الفرج صفوف الملائكة التراص على الاستواء وسد الفرج هذه كانت صفوف الملائكة ونحن أمرنا أن نكون كالملائكة وفيها التمثل أن يتمثل المرء بالأخيار وهنا في الحديث عندما قف الدين على الناس بالثلاث جاءت صفوفنا كصفوف الملائكة هذه واحد جاءتنا الأرض كلها مسجدا وجاءت ربتها طهورة هذه ثانية الثالثة كانت في النسائي قال وأتيت هذه الثلاث من خواتيم سورة البقرة ما هي من كنز تحت عرش العرش لم يعطهن أحد قبلي فهنا الثالثة التي لم تذكر هو خواتيم سورة البقرة كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأهن في الليل كفتاه
قال وأعطيت جوامع الكلم في الوقت المبعث بجوامع الكلم. وقال بعض الناس جوامع الكلم هو القرآن، وقيل على العموم الألفاظ اليسيرة التي تحمل معاني كثيرة. قال وبعثت الكل أحمر وأسود في رواية، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة عامة. نعم. وهذه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا بعث نفسنا للإنس والجن. قال أتيت مفاتيح خزائن الأرض، وهذه من أعلام النبوة أن تفتح الأرض عليهم، وقد فتحت لما قال ما الفقر أخشى عليكم، لما أخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. قال أنتم تنتسلونها يعني تستخرجون منها خزائن الأرض، والدنيا ملكوها في مدة وجيزة من عمر الزمن، وانفقت كنوز كسرى وقيصر في المسلمين، ومع ذلك كان الشح على الدنيا والإثار على الدنيا والقتال على الدنيا، لذلك رجعت الأمة الإسلامية تراجعا عظيما. الآن هي في مؤخرة الأمم مع أنها ما خلقت إلا للمقدمة. الله يعيد هذا النصر وهذا المجد وهذا العز مرة أخرى لهذه الأمة. نعم. الفوائد المستنبطة: فضل النبي على الأنبياء، ذكر فرض أفراد العموم لا يخصص، رحمة الله بهذه الأمة. قال رأى ضعفنا فأحل لنا الغنائم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.